السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد وصفه جديده. اليوم غادي نحضر معكم واحد البسبوسه اللي كتجي رائعه. بسبوسه ماشي عاديه، ماشي ديال فات اللي حضرت معكم ديال اللبان وديال الليمون. هذه غادي نديرها بالشكلاط، كتجي رائعه وكتذوب في الفم. ندوزو باش نوري لكم المقادير وطريقه التحضير. هنا كما كتشوفوا عندي جوج كيسان ديال السميده الرقيقه، بابا كاس العنبه كما كتشوفوا، وعندي هنايا كاس ديال الحليب، وعندي هنايا كاس ديال الزيت، وعندي هنايا واحد الكاس ديال السنيده، وعندي هنا واحد ياغورت بالنكهه ديال الفاني، وعندي هنايا ثلاثه البيضات بحراره المطبخ، وعندي هنايا واحد جوج خمارات ولا 8 غرام، وعندي هنايا كاكاو المر، عندي هنايا 21 غرام ولا ثلاثه الشاشيات ولا ثلاثه المعالق. اللي عنده الكاكاو المر بالعبار يدير ثلاثه المعالق كبار. وعندي هنايا قبيصه ديال الملح. هنايا غادي ندوزو باش غادي نخلطو البسبوسه ديالنا. غادي نجيب واحد الماء، غنديرو فيه البيض، ديرو قبيصه ديال الملح كما كتشوفوا، وغادي ندير الزيت، غادي ندير السنيده، وغادي نطرب هاد المكونات حتى يتضاعف الحجم ديالهم ولا يتبدل فيهم اللون بالخلاط الكهربائي ولا بالفوي كما كتشوفوا. هنا كما كتشوفوا من بعد ما خلطت هاد الخليط غادي نزيد الحليب، وغنزيد هاد الياغورت، وغادي نطرب. هنا من بعد ما طربت هاد المكونات كما كتشوفوا غادي نحيد هاد الفو ولا هاد البارطو كما كتشوفوا، غنحيدو. هنا كما كتشوفوا راه حيدت البارطو، غادي نكمل دابا غير بهاد الفوي. غادي نغربل هاد الكاكا باش ما يكونوش فيه دوك الكويرات. صافي، غادي نخلط هكا عادي بالفوي كما كتشوفوا مع الكاكاو مع الخليط. من بعد ما كنخلط هذا الخليط كما كتشوفوا ديال الكاكاو، غادي نزيد دابا السميده بشويه شويه. انا كنخلط، ضفت هاد جوج كيسان ديال السميده. دابا غادي ندير الخماره هي الاخر كما كتشوفوا. صافي، وكنخلط. هنا كما كتشوفوا من بعد ما خلطت الخليط ديالي على هذا الشكل، غادي نجيب واحد المول ولا واحد الطاوة. المول اللي كان عندكم كما كان عندكم المول كديروا فيه. عندي هذا المول على هذا الشكل، فرشت لي ورق الزبده كما كتشوفوا، مول مربع، واي مول متوفر عندكم كديروا فيه هذه البسبوسه. صافي، وغادي نصبوا الخليط ديالنا كما كتشوفوا في المول. هنا كما كتشوفوا من بعد ما خويتها في المول، دابا غادي ندخلها للفران طيب لينا على حساب الفران اللي عندكم. المهم غادي طيب لينا كما كتشوفوا، من بعد نخرجها ونوري لكم باش غادي نزين هاد البسبوسه ديال. وهنا من بعد ما طابت لي البسبوسه هي كما كتشوفوا، خدات لي 30 دقيقه ديال الوقت في الفران كما كتشوفوا. دابا غادي ندوزو باش غادي نحضروا باش غادي نسقيو هاد البسبوسه ديالنا. هنا كما كتشوفوا عندي واحد الكاس ديال الحليب عادي، وعندي هنايا 12 قطعة ديال الشكلاط كما كتشوفوا على هذا الشكل، شكلاط كحل ولا 100 غرام، غادي نديروها مع هذا الحليب. وعندي هنا واحد معلقة كبيرة ديال الكاوبيل ولا كاكاو حلو، ويمكن لكم ما ديروهاش، ديروها الشكلاط والحليب. صافي، غادي نشعل عليها البوطة حتى تغلى لينا يذوب هذا الشكلاط، ونطفيو عليها باش غادي نسقيو بها هاد البسبوسه. ندوزو باش غادي نزينوها. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كيغلى لينا عند الصوص باش غادي نسقيو هاد
بسبوسه كما كتشوفوا راه غلاني نطفيت عليه البوطه كيكون على هذا الشكل. صافي دابا كنجيبوا هاد البسبوسه ديالنا كما كتشوفوا، غادي نشد واحد العود وغادي نثقبها بحال هكايا باش تسقى لينا مزيان. الا كانت البسبوسه بارده راه كنسقيو بالسقوه كتكون سخونه، الا كانت البسبوسه سخونه كتكون السقوه تكون دافيه شويه ما تكونش عاد ثاني سخونه بزاف. صافي هنا كنثقبها غير هكا باش تسقى لينا تدخل في هذاك السقوه مزيان كما كتشوفوا. صافي هنايا غادي نخوي على هاد الصوص ديال الشوكولاط كما كتشوفوا على هاد الشكل. راه كتجي هشيشة بهاد الشوكولاط وكتجي كدوب في الفم. نتمنى تعجبكم وتجربوها. هنا كما كتشوفوا من بعد ما سقيتها بهاد الصوص ديال الشوكولاط كتجي على هاد الشكل كما كتشوفوا. دابا غادي نجيب واحد جوج علبات ديال الياغورت ديال الشوكولاط هما باش غادي نزين. تزين بسيط كيبقى بزاف، يمكن لكم تخليوها غير هكا وتزينوها بالكوك ولا الكاوكاو مرمش ولا اللي بغيتو. هنا كما كتشوفوا غادي ندير هاد جوج علب ديال الياغورت ديال الشوكولاط. غنحاول نقادها بحال هكا. هنا غادي نجيب واحد شويه ديال الشكلاط ذوبته كما كتشوفوا، ربعة القطعات ديال الشكلاط ابيض ذوبتهم في الماء باغي وغادي نزين به. غادي نجيب واحد العود وغنحاول ندير على شكل ملفي هاكا تزين. هنا كما كتشوفوا من بعد ما زينتها بالشكلاط كتجي على هاد الشكل. وهذا هو الشكل النهائي ديالها كما كتشوفوا. دابا غادي ندوز باش غادي نقطع عليكم وتشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. هنا كما كتشوفوا من بعد ما قطعتها كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، قطعتها مربعات وكتبقى اختيار على حساب المول اللي درتو فيه البسبوسه راه كتقطعها. صافي هنا غادي نوري لكم كيفاش كتجي من الداخل. هنا كما كتشوفوا ها هي نوري لكم كيفاش كتجي، تجي على هذا الشكل كتجي هشيشه وكتذوب في الفم. ها هي هانتوما كيفاش كتجي، كتجي لذيذة. نتمنى تعجبكم وتجربوها، ما تنساوش تشتركوا معايا في القناة وتدعموني وبالصحة والراحة.